جادا في المحافظة على أمن البلاد. هكذا أدى أعوان الشرطة يمين الإخلاص خلال حفل تخرج الدفعة 27 للملازمين الأوائل للشرطة ذكور والدفعة 11 للملازمين الأوائل للشرطة إناث. حضر الحفل مجموعة من الوزراء والشخصيات من السلطة المدنية القضائية والعسكرية، حيث تم تقليد الرتب وتسليم شهادات للمتخرجين. أيها الحفل الكريم، إن الدفعتين المتخرجتين هذا اليوم تضمان في تعدادهما 488 خريجا تلقوا تكوينا أساسيا نوعيا مكثفا لمدة 24 شهر. أيها المتخرجون أبنائي الأعزاء، تؤدون اليوم قسما عزيزا غاليا تلتزمون فيه بالوفاء للوطن، ولقد حرصت المدرسة التي تفيدكم في أجود مواد العلم والمعرفة وأعلى مستويات التدريب الأمني. الحفل تخلله مجموعة من الاستعراضات الرياضية في تقنيات الدفاع الذاتي والكونغ فو لأبطال على مستوى الإفريقي والعالمي من أعوان الشرطة الجزائرية. وفي ختام الحفل كان مناسبة أيضا لعرض مختلف المعدات الحديثة التي يتوفر عليها جهاز الشرطة الخاصة بتفكيك القنابل ومركبات أخرى تستخدم خلال الأزمات، على غرار تحرير الرهائن المحتجزين من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة.